أفادت وكالة رويترز الأنباء بمقتل شخص في حادث إطلاق نار داخل عربة مترو أنفاق في مدينة نيويورك. هذا وقال كينيث كوي رئيس إدارة شرطة نيويورك في إفادة صحفية إن المسلح المجهول هرب عندما وصل القطار إلى محطة في منهاتن ولا يزال طليقا. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل إكس نيوز. ياسر أرحب بك معنا في هذه الجولة الإخبارية، مزيد من التفاصيل لديك عن هذه العملية، تفضل. يعني دعيني أرحب بك دنا وبآية والسادة المشاهدين. في الحقيقة هذه الحادثة ليست الأخيرة ولن تكون الأخيرة على ما يبدو. قد بدأت هذه الحادثة في صباح اليوم حوالي الساعة 11:40 بتوقيت نيويورك، وما تم أن الرجل الذي أطلق النار كان يترجل في العربة الأخيرة من مترو الأنفاق والذي يحمل علامة كيو. هذا مترو الأنفاق الذي يعني يسير بطول منهاتن وكل ولاية نيويورك، وفي الجانب الجنوبي من منطقة منهاتن بالتحديد قام هذا الرجل، والذي قالت شرطة نيويورك على لسان المسؤول الأول فيها بأنه داكن البشرة وكان يرتدي قميصا كان يغطي الرأس، وأطلق النار على مسافة قريبة ثم لاذ بالفرار ولم يقبض عليه حتى هذه اللحظة دنا. المسألة في مسألة إطلاق النار كما قلت لن تكون الأخيرة، في كل مرة أؤكد على هذا الأمر. مسألة حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية وولاية كبيرة مثل نيويورك ليس أمرا سهلا بسن القوانين للحد من هذا الأمر. CNN بطبيعة الحال أيضا اليوم قد قالت بأن تم القبض على مراهق أيضا 15 عاما قد أطلق النار يوم الجمعة الفائتة على طفلة 11 عاما في منطقة برانكس أيضا في ولاية نيويورك في المنطقة العليا، وهي المنطقة التي يعيش بها غالبية الأمريكيين الذين يعني من هم من ذوي البشرة السمراء. مسألة الكراهية ومسألة العنصرية دنا ومسألة الضيق الذي يعني يحدث داخل المجتمع الأمريكي قد يكون إفراز لهذا الأمر. مسألة عدم وجود القوانين الرادعة والتي نادى جو بايدن أكثر من مرة، والحكومات السابقة على هذه الحكومة، الحكومات الأمريكية السابقة قد نادت دانا بهذا الأمر، ولكن الأمر يتعدى مسألة إطلاق النار، مسألة حيازة الأسلحة. مسألة حيازة الأسلحة هي مسألة كبيرة للغاية، حيث أن القانون الأمريكي يسمح بشكل يعني مباشر بحيازة الأسلحة والتراخيص، حتى أن هناك عدد هائل من الأسلحة في أيدي المواطنين الأمريكيين والمراهقين على وجه الخصوص لا يحملون أي تراخيص. أيضا هناك من السهل جدا أن يقوم أي شخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالدخول عبر الإنترنت وشراء أجزاء من يعني بندقية أو رشاش أو ما شابه ذلك، أي سلاح يقوم بشراء الأجزاء وتركي بها، ثم يقوم يعني بإحداث مشاكل كبيرة قد تودي بأرواح. ونذكر معا الحادثة التي حدثت أيضا في بروكلين منذ أسابيع وأودت بحياة البعض وإصابات عديدة، ولكن في هذا الأمر قد تم القبض على الجاني والذي كان أيضا من ذوي البشرة السمراء دنا وكان عمره 62 عاما. صحيح ياسر، يمكن هذه المعضلة وهذه المشكلة موجودة منذ قديم الأزل، لكن هل لمزيد من التفاصيل، هل تم التعرف على أسباب إطلاق هذا الرجل أو هذا المسلح للنار؟ هل عادت حركة القطارات إلى عملها الطبيعي؟ بكل تأكيد يعني لا أقول أن هذا الأمر معتاد، ولكن ولاية نيويورك كما تعلمين هي ولاية كبيرة لا تتوقف فيها الحياة، قد تتوقف لبضع دقائق أو ساعات ولكن لا تتوقف أكثر من ذلك، حيث يقطن بها ملايين من الأمريكيين وأيضا من السائحين. إريك آدم بالمناسبة يعني قام منذ
أيام قليلة قام بطمأنة المواطنين وهو عمدة مدينة نيويورك، وقام بمنع أي مشرد بأن يقوم بالنوم داخل عربات القطار مترو الأنفاق. كان من المعتاد لدينا بأن تشاهدي مشردين بهم رائحة نفاذة يستقلون وينامون في الليل وحتى في وضح النهار داخل عربات مترو الأنفاق. قام إيريك آدم، وهذه خطوة هامة للغاية، قام إيريك آدم بمنع هؤلاء المشردين من النوم داخل عربات مترو الأنفاق، وأيضا قام بزيادة أعداد الضباط الحراسة الذين يتواجدون داخل محطات مترو الأنفاق. هذا ما وضحت الصورة. نحن سنتابع مع كل ما هو جديد. ياسر نور الدين مراسل أكسل نيوز حدثنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك ياسر.